إحياء للذكرى الخامسة من انتفاضة الثاني من ديسمبر 2017 في العاصمة صنعاء، والتي وجه فيها الرئيس اليمني الأسبق علي صالح سلاحه نحو ميليشيا الحوثية الإرهابية وغادر الحياة في تلك المواجهات الدامية. يجتمع هذا الحضور في فعالية خاصة أقيمت في المخا الساحلي الغربي لمحافظة تعز لتوجيه عدد من الرسائل بعد مرور 5 سنوات على تلك الأحداث. المرحلة تستدعي من جميع القيادات العسكرية والسياسية والاجتماعية التوحد والمضي قدما لإنهاء المشروع الإيراني وتعزيز الجبهات وتوحيد الإعلام. قيادات رفيعة في الدولة ومسؤولون حكوميون في السلطات المحلية للمحافظات ووجهات اجتماعية وقبلية حضروا هذه الفعالية، دعت خطاباتهم إلى تكثيف الجهود في سبيل مقارعة ميليشيا الحوثي وتحرير اليمنيين من إرهابها المتواصل للعام 8 على التوالي. محو سجل الخلافات البينية بين كل مكونات الصف الجمهوري والمضي قدما نحو يمن واحد تتعدد فيه الانتماءات دون أن تؤثر على القضية الأم، أبرز ما وردت في خطابات المهرجان. لم يعد لأي حزب أو تيار سياسي أي رهان أن يستظل حتى تحت شجرة في ظل وجود الميليشيا الحوثية هذه، فإذا لم ندرك هذه الحقيقة ونتوحد ونراهن على الجبهات فليس لدينا أي رهان لنستعيد الجمهورية ونستعيد الوطن. يقول الحاضرون إن التفاف كل القوى السياسية والمكونات المجتمعية حول هدف واحد في هذه المرحلة الحساسة والمنعطف الخطير الذي يمر بها البلد هي أهم خطوات استعادة الجمهورية وهزيمة الانقلابيين الحوثيين والسعي قدما نحو تحقيق يمن تسوده العدالة والبناء. فهل يتحقق هذا الهدف خصوصا وقد مر نصف عقد من الزمن ونحن نسمع تكرارا لهذه المقولات والآمال العريضة؟ هل نحن اليوم على عتبات منعطف تاريخي جديد من شأنه أن يعيد ترتيب معادلة الحرب إذا ما صدقت النوايا؟ أيمن قائد من مديرية المخا في الساحل الغربي لمحافظة تعز.